قبل انتقالك للبنك الاهلي، انا على علم ان في يناير اللي فات كان بيراميدز هيموت عليك، وكان بيراميدز خلاص بيخلصك من سيراميكا، وعلى علم ايضا ان في ناس من الزمالك كلموك ان انت ترجع. لا انا الزمالك الحقيقه والله كابتن خالد الفتره دي ما حدش كلمني، في ناس كلموني. انا بكلمك قبل كده. قبل كده كلموني من سنه مثلا؟ من سنه وما كانش عندي مشكله خالص، ولكن هي الفكره كلها في نقطه ان انا مرتبط بعقد ما فيش حاجه في ايدي، ما حدش عارف يخلصك. انا ما فيش حاجه في ايدي، فانا كنت مرتبط بعقد ساعتها مع سيراميكا. وحتى لما بيراميدز كلموني يعني حصل، انا الحمد يعني عمري ما حبيت اتكلم في المواضيع دي، ولكن حتى لما بيراميدز كلموني ناس محترمه وكل حاجه، ولكن انا ساعتها فضلت التجديد. التجديد في سيراميكا. يعني انت كنت بيراميدز اتفقوا مع سيراميكا على كل حاجه؟ لا ما اتفقوش، ما هي الفكره هنا بس اللي بيراميدز حصل. كان ممكن يدفع اي حاجه ويجيبك. لا ما كنتش هيدفع، لان انا كنت فاضل لي 6 شهور ابقى فري. يعني انت قصدك لو ما جددتش كده كده كنت رايح. يعني كانوا مكلمينك على بعد نهايه التعاقد بس تجينا. ولكن حصل بقى يعني ما حصلش نصيب وجددت. وطبعا الناس في بيراميدز ناس محترمه جدا، وانا بشكرهم طبعا كل حضرتك، لان هم فعلا ناس محترمه جدا، وبس ما حصلش نصيب وكملت في سيراميكا. طيب 6 شهور. هسأل سؤال، انت عقدك كان مستمر مع سيراميكا لمده قد ايه؟ انا بعد ما جددت كان 3 سنين. يعني السنه دي فاضل لك 3 سنين قبل ما تتباع البنك الاهلي. قبل كان ما فاضل لك كان 3 سنين. كان ثلاث لسه سنين؟ كان لسه هيبدا السنه دي 3 سنين. طب ليه قرار اتخذ برحيلك؟ يعني هل مثلا جالك نادي سيراميكا، وهو نادي مش استثماري قوي، يعني نادي سيراميكا مش اللي هو بيجيب لعيبه ويبيعها، يعني تم الموافقه على رحيلك انت واحمد ياسر ريان؟ والله هو اللي وانتوا الاثنين نجوم. اللي اتقال لي انا وريان، اللي اتقال لنا النادي يعني محتاج فلوس ومحتاج يبيع لعيبه عشان يدخل فلوس. اتقال لكم كده؟ يعني انت ما كنتش على علم ببيعك؟ لا هم الناس بلغونا بصراحه ان في البنك الاهلي عايز، في البنك عايز. انت ايه رايك؟ وانت ايه رايك وكده. فاحنا قلنا لهم والله يا جماعه لو انتوا اقدم حاجه هتخدم النادي واحنا مش هنقدر نتاخر عنها، وفي نفس الوقت احنا رايحين مكان الحمد لله مكان محترم، ومكان احنا عارفين يعني الحمد لله اللي هو اشرف سيرته كويسه جدا. وفي نفس الوقت انا كشخصيا ونادي ملتزم كمان، كشخصيا كمحمد ابراهيم انا رايح مع جهاز يعتبر هو اللي مربيني، يعني فعلا؟ كابتن امير هو اللي جابني الزمالك، هو كابتن امير عبد العزيز. هو كابتن سعيد الجداية الله يرحمه. الله يرحمه. كابتن عصام انا كنت بلعب معاه في جيل 92 في الناشئين. عصام عبده. كابتن عصام عبده. كابتن طارق مرني مع كابتن ابو رجيله في الجيل بتاع 91 في الناشئين. فانا رايح على جهاز كابتن سامي كله، الشيشيني. وكابتن سامي الشيشيني هو اللي اختبرني اول مره في ال 10,000. فسبحانك يا رب يعني. فرايح مع ناس كلها الحمد لله انا اعرفها، فدي كانت من الحاجات اللي بسطاني اللي انا هبقى موجود معاهم.